البطولات اشتغلت النهارده. ايوه عم ويعني في 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 تغيير الحمد لله. هنحس ان البياعين كانوا زعلانين طبعا طبعا. بدات الحمد لله بدات الناس تستريح. طبعا الحياه رجعت تاني. توقف هو انا سمعتش ان الخطوط رجعت مستمره. لا يعني كويس الحمد لله. الاول هو في كم انا سمعت ان في معادين بس اللي طلعوا النهارده. لا واحد بس طلع. واحد 6 وربع 6 وربع الصبح. لكن هو هيبقى معادين بس تقريبا الساعه 8 في 7 ونص باين ولا في 7 ونص. يعني انت شايف ان الحياه رجعت لطبيعتها؟ طبعا طبعا. يعني السكه الحديد مهمه طبعا 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 ان شاء الله. في الساعه الاول خلي الراجل بيع في السكه الحديد بقالي 3 اشهر قاعد ومش شغاله. احنا بنقول النهارده احنا نازلين النهارده نرصد. النهارده الحمد لله بدانا نتحرك حتى الحياه فيها يعني الحمد لله بدانا الحمد لله. تقول ايه يا حاجه النهارده في عوده القطارات؟ نحمد ربنا ونشكر فضلك خاصه ان انتوا عانيتوا فتره كبيره. عندكم ايجارات وعندكم حاجات كتير والتزامات. انا برب في يوم برضك والحمد لله رب. يعني عوده القطارات اليوم فرحتنا قوي قوي قوي. وصلينا شكرا لله ان ربنا عاد القطارات تاني الحمد لله على السلامه. وربنا يبارك فيكم يا رب ويبعد السلام عننا يا رب. وربنا قدام نقدم لها الحياه كانت صعبه من غير قطارات؟ طبعا طبعا. كانت الحياه صعبه من غير قطارات؟ طبعا طبعا. النهارده في انتعاش. انا شايف محطه سكه حديد طنطا بتنتعش بالمواطنين وشايف في فرحه في عيونهم لعوده قطارات السكه الحديد. ايوه طبعا. يعني الفتره اللي فاتت عانيتوا كتير؟ كتير طبعا. هي يعتبر الحياه بدات من النهارده. الحياه يعني بدات الناس كلها اللي مسافرين والناس اللي شغاله على المحطه الحمد لله على السلامة. القطارات رجعت النهارده وانت بياع من ضمن البياعين اللي بيبيعوا في القطارات. عايز تقول النهارده بعد توقف القطارات دي كلها قول وقف حال كله كله اصل ده احنا عشنا قبل كده بنقول له عشان ثوره ما خدنا عليك بس يعني